كيس؟ جاكي افتحي، انا عابد يا جاكي. ايه ده؟ انت غيرتي المفتاح ولا ايه؟ انت ايه اللي جابك؟ وحشتيني. انت لسه زعلانه مني. جاكي مون امور، ميفيا لارجي مامانك. توت سويت مون امور. خد. أنا آخر مرة قلت لك ما ترجعش هنا تاني. مون امور شتام، دي الوحيدة اللي بحبها فعلا وهتجوزها واعيش معاها بقية حياتي. طب ممكن تأجل الحكاية دي لحد ما ترجع؟ أرجع من فين؟ بروكسل. أنا آخر مرة قلت لك ما ترجعش هنا تاني. أنا لمحت لك أكتر من مرة، قلت لك ابعد عنها خالص، دي ما تنفعكش. لكن أنت ما فهمتش أو ما حبيتش تفهم، بالعكس كنت مصمم تتجوزها. أنت كنت عارف إنها هتعرف حد تاني؟ جاكلين لها علاقات برجالة كتير قوي. طب ليه ما قلتليش؟ ليه ما حذرتنيش؟ حذرتك. مش لسه قايل لك اني لمحت لك اكتر من مره لكن انت ما سمعتش لانك ما كنتش عايز تسمع. شوف يا عابد، في المواقف اللي زي دي لازم تشوف بنفسك عشان تصدق. معلش، انا عارف انها صدمه جامده قوي عليك، لكن صدقني لما تحصل لك دلوقتي أحسن بكتير مما لو كانت حصلت لك بعد ما تكونوا اتجوزتوا. شوف يا عابد، في حاجات كتير قوي في الدنيا دي لما تنكسر ممكن تتصلح، لكن في حاجات كتير قوي برضه لما تنكسر لا يمكن أبداً تتصلح. اللي حصل لك ده ما يتصلحش أبداً. لو عايز نصيحتي، انسى جاكلين خالص، اعتبرها بالنسبة لك بقت ماضي. ما تضحيش بالمستقبل علشان ماضي ما يستاهلش يا عابد. اقفل الصفحة دي وابتدي صفحة جديدة خالص في حياتك. بص لقدام وانسى اللي فات كله. صعب، عارف انه صعب، بس صدقني لو ده حصل هيبقى أريح وأسهل بكتير أوي. أريح وأسهل لمين؟ ليا ولا ليكم؟ معقول يا عابد؟ هو احنا لسه لغاية دلوقتي في أنا وأنتم؟ المفروض إن احنا دلوقتي بقينا شيء واحد، مش كده ولا إيه؟ خد الورقة دي، امسك، هتلاقي فيها عنوان شقة مفروشة فرش كويس قوي، وعقدها مكتوب باسمك ومدفوع إيجارها مقدماً لمدة 6 شهور. يلا روح دلوقتي اشتري هدية لبولينا واطلع المصنع فرع عمك إسحاق بالعقود والاتفاقيات اللي أنت عملتها في رحلتك لأوروبا. هنتقابل كمان 3 أيام عند كوبري بورنيه. هناك هتلاقي المينا السياحية اللي فيها المراكب اللي بتطلع تعمل رحلات في نهر السين. اركب المركب اللي بتقوم الساعة 2. فرانسوا، خلصوا الطواجيع دي وجهزوا الوحدات بسرعه. عابد حبيبي شريكي، يا وش السعد والهنا والفرح والخير كله. ازيك يا عم اسحاق؟ وحشني. انت اللي وحشني. أم إيه الغيبة الجديدة دي؟ أنت جيت إمتى؟ وصلت إمبارح. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الشياكة دي؟ ذوق بولينا صممت إنها تجيب لي حبة حاجات كده، نزلت جابتهم لي الطقم بطقمه ماتشنج. الله 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 الله، وبايب كمان؟ أصلي النشوء بقى يزعجني، لاقي عليا مش كده؟ أمال قول لي أخبار المصنع إيه والشغل إيه؟ نحمد الرب، شيء بقى هايل قوي قوي. تعرف يا عابد، احنا مش ملاحقين، المكن شغال دلوقتي 16 ساعة من الصبح للظهر بالليل، من 6 الصبح لحد 10 بالليل. بس ده مش هيأثر على المكن ويخليه يخسر بسرعة؟ ده أنا عامل حسابي، عينت طقم صيانة مخصوص للمكن. هو صحيح هيكلفنا شوية لكن مش مهم، ما عادتش تفرق. من امتى الفلوس ما بتفرقش معاك يا عم اسحاق؟ خلاص يا حبيبي، عدينا، بقينا فوق 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 خالص قوي. هفرجك الكلام ده بنفسك لما تشوف الحسابات في الدفاتر، مش هتصدق يا عم. عدينا، تعال تعال. بولينا، بولينا، ما هي كاسكتي فيلا؟ سيد ما كان بيشتغل لوحده جزيل ليه؟ عشان مسيو عابد وصل، مسيو عابد وصل. سي با فري، أنا لسه شايفة مسيو إيزاك، خدوا دخلوا مكتب وقفلوا باب وراهم. أنت شفتوا مسيو عابد شايل حاجة في إيده؟ وي بولينا وي، كيس كبير تري شيك. سيت مون كادو، دي هديتي، دي هديتي. روح، أنت لازم تروح تشوف الهدية بتاعك، بتعمل إيه؟ يلا روح. بس انت قلت انه مسيو ايزاك خد مسيو عابد وقفل عليهم المكتب. قلت روح خبط الباب قول انك عرف انه مسيو عابد كي، وانت روح سلم عليه. تقوسا وي بيان سو، وانت خذ معك كافي قول لي عشان مسيو عابد بهيك كافي قول لي. تسي جيزيل انت معك حق، انا روح وسلم على مسيو عابد. دي بقى مصروفات الشهر اللي فات كله، الصفحه اللي قدامها موجود فيها الايرادات، هنا اهو هتلاقي الارباح. الشهر ده هتكون الارباح الدبل ويمكن اكتر كمان. بون اريفي مسيو عابد، انا عملت لك القهوه بتاعك. ميرسي بولينا، ميرسي. بولينا كل يوم كانت بتسال عليك، تقول فين مستر عابد؟ مستر عابد وحشني كتير 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 قوي. ميرسي ليزاك. وانت كمان وحشتيني يا بولينا. ميرسي. استني استني. مش عارف اذا كان هيعجبك ولا لا. يجنن. تري بون، سي تري بون مسيو عابد. يا ريت يطلع المقاس مظبوط بس. لا، أنا عارفة مقاسي كويس. بيجنن. ميرسي، ميل ميرسي مسيو عابد. شفتي بقى بولينا، مسيو عابد بيعزك قد إيه؟ أما أنت يا عم إسحاق فجبت لك ده. يا ترى إيه ده بقى؟ علبة نشوء. مش عارف إذا كان هينفعك ولا لأ. طبعا هتنفع، مفيش حاجة ما بتنفعش. لو تحب أغيرها لك. لا 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 لا، اللي ما تعوزوش النهارده ينفعك بكرة. بمناسبة رجوعك بقى من الرحلة بتاعت أوروبا الناجحة دي، هنخرج سوا. إيه رأيك نتفسح ونرقص ونشرب للصبح، أنا وبولينا وأنت وجاكي، وأنا اللي هحاسب. أنا مش عارف، أصل أنا وجاكلين خلاص. يعني أنت سبتها خالص؟ أمال أنت قاعد فين دلوقتي؟ أجرت شقة في سان لازار. عموما ولا يهمك، البنات في باريس حلوين قوي وألف مين يتمناك، مش كده بولينا؟ بيان سور مسيو إيزاك. احنا كده هنخرج ونشرب ونرقص لحد الصبح وطز في أي حاجة تانية، صح بولينا؟ وي مسيو إيزاك. بس مسيو عابد مش يخرج لوحده. نتون في با مسيو إيزاك، بولينا هيتصرف. اتفضل. جيرو إزازة كبير كبيرة. تسويت مسيو. اتفضل. اتفضل جيزان. معاكم. بيديرو ده ولد هايل جدا. يعمل لي خصم 10% على كل حاجة بطلبها في المحل، أصل أنا زبون هنا دايما. ما واضح. مسيو عابد، جيزان دي بنت طيب قوي ومش متجوز كمان. دي جيزيل جميلة. ها تحبوا تاكلوا ايه؟ بصوا هنا في سمك حلو قوي، ايه رأيك مسيو عابد؟ ماشي داكو. اوكي. ولينا خدي جيزيل معاكي ونقلنا حبة سمك على حبة جمبري، ها؟ ما تنسيش رجلينا الاخطبوط وحبة تحبيش بقى. انا هجيب لك مسيو إيزاك كل الفوسفور اللي بالبحر، يلا يا جيزيل. يلا. تعرف شاكلين فاتت عليها في المصنع. انت عايز ايه؟ ابدا، كانت جايبه الصندوق وتقول ان في الحاجات بتاعتك اللي كانت عندها هناك. اشرب. في واحد اسمه جيورة زايد، قال ان هو من حيفا. كان عايز ايه؟ ابدا، سأل عليك عرف ان انت مسافر مشي على طول. مين جيورة زايد؟ لا ابدا، ده واحد صاحبي بيشتغل في الشباك في حيفا. ايه؟ شباك؟ اشرب اشرب. ايه يا عم اسحاق؟ عمرك ما سمعت عن جيورة زايد؟ ولا عايز اسمع. الشباك قال اشرب. ايه ده المبيت قرب يخلص. ولا يهمك، نجيب ازازه ثانيه. يروح واحد. ايه مش ازازه؟ مش يلا نروح اوكس. ابريل فوق. Monsieur Abel, voulez-vous danser? Pourquoi pas? كده يا عابد اديني مفيش حاجه تستاهل، ايدي من ورا ظهرك واديها. اهلا. ازيك يا عابد؟ الحمد لله. طمني عليك، اخبارك ايه؟ عامل ايه دلوقتي؟ كويس كويس. الشقه عجبتك؟ اه حلو. قابلت اسحاق؟ اه قابلت. ما عرفتش منه جيورة كان عايز ايه بالظبط؟ قال كان بيسال عليا، ما قالش غير كده. يا اخي فكرتني، انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت قلبك قاسي ولا ايه؟ والدتك وخالتك ما وحشوكش؟ ياه جدا. طب ايه المشكلة؟ ما تسافر تطمن عليهم وترجع تاني. عايزنا نسافر؟ الأسبوع الجاي هستناك في مارسيليا. مارسيليا؟ بيقولوا الرحلة دي في البحر من مارسيليا لحيفا في الوقت ده من السنة بتبقى رحلة ممتعة أوي. وهات عربيتك معاك. عربيتي؟ ليه؟ هتشحنها معاك لإسرائيل. لا 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 افهم بقى يا يوسف بيه. قلت لي اشتري عربيه وحددت لي الماركه والموديل من غير ما اعرف ليه، واشتريت العربيه وسجلتها هنا في باريس. دلوقتي عايز نسافر بيها مارسيليا، يعني 800 كيلو سواقه عشان اشحنها لحد حيفا. ليه؟ ليه؟ ما كنت بعت العربيه دي هنا واشتريت واحده تانية هناك. التلات الجاي زي النهارده الساعه 2 الظهر هستناك عند قلعة المينا القديمة في مارسيليا، ما تتأخرش. إسرائيل؟ هتسافر إسرائيل تعمل إيه؟ هو أنت لحقت تقعد هنا؟ إحنا بقالنا في فرنسا أكتر من شهرين. أمي وخالتي وحشوني. يعني إيه؟ انت عاوز تسافر وتسيبني انا هنا لوحدي؟ لو عايز تعالى معايا. انا معاك فين؟ بلدنا اسرائيل، الوطن الام. انت نسيت؟ لا يا عم، لا ام ولا اب. انا هنا كده مبسوط. عاد اوعى لما تسافر وتقابل استر تغلط وتجيب اي حاجه عن بولينا. طب اكتب لها جواب. اكتب لي مين جواب؟ لاستر مراتك يا اخي، من حقها تطمن عليك وتعرف ظروفك عامله ايه. ما انا ببعت لها كل الفلوس اللي هي عاوزاها واكتر شويه، يعني عاوزه مني ايه اكتر من كده؟ ثم بصراحه انا اللي بيني وبينها خلاص من زمان قوي يعني. خلاص ايه؟ انتوا اتطلقتوا؟ لا، مفيش بيننا وبين بعض كهرباء. بينك وبين بولين في كهرباء؟ بولينا يا عبد الله كهرباء عالية قوي، فولت محدش يستحمله الا انا. طب اكتب ايه؟ اكتب جواب لمراتك اخده معايا وانا مسافر. ليه؟ وطلع فلوس من الخزنه اخدها لها معايا. فلوس؟ ايوه. فلوس ايه؟ ما انا لسه بعت لها تاني. بعت لها تاني؟ طب ممكن اطلب منك طلب؟ عايز ايه؟ تملينا. اكتب ايه؟ اكتب إلى زوجتي الحبيبة أستر جميلة الجميلات، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. رحلتك كانت كويسة؟ كانت طويلة. أكيد طبعا، تعبان وجعان، عشان كده قلت نيجي على هنا تريح شوية وتاكل لك لقمة قبل ما أوصلك الأوتيل. وأوعى تقول لي إنك أكلت في السكة أو إنك مش جعان. أنا مش جعان، أنا ميت من الجوع. طب خد، شوف عايز تاكل إيه؟ عابد، قول لي. اديني مفاتيح عربيتك لو سمحت. مفاتيح العربية؟ اخترت هتاكل ايه؟ هو مين ده اللي خد عربيتي ومشي؟ انا رايي ناكل بويابيز، اشهر اكله هنا في مرسيليا، جنبها شويه سلطات كده. ايه رايك؟ ماشي ماشي يا دون يوسف. جرسون هتلاقي هنا اوضه محجوزه باسمك. عايزك الصبح من بدري تطلع على محطه الركاب في الميناء التجاري وتشحن العربيه على المركب اللي هتسافر بيها لاسرائيل. انهي العربيه دي اللي هشحنها؟ عربيتك. وهي فين عربيتي؟ هتلاقيها الصبح واقفه هنا قدام الاوتيل، وهتلاقي المفتاح في الريسبشن موجود باسمك، ومعاه اوراق شحن العربيه وتذكره السفر. عابد، عايزك أول ما تنزل حيفا تدور على شقة في أحسن منطقة هناك. الشرط الأساسي للشقة دي إن يكون فيها جراج خاص بيك أنت لوحدك، ويا ريت تكون قريبة من الميناء. دي هجيبها منين دي؟ ما تحملش هم، كل شيء معمول حسابه. طب أقدر أعرف العربية بتاعتي هتعملوا فيها إيه؟ بنحط لك فيها شوية حاجات هتحتاجها الفترة الجاية. طب والحاجات دي جوه العربية؟ ازاي هخرجها؟ برضه ما تحملش هم، جاكوب هيتولى الحكاية دي ويفهمك على كل حاجة. جاكوب؟ ايوه جاكوب. اعتمد عليه يا عابد، جاكوب ده هيساعدك في حاجات كتير قوي. يلا بقى انزل عشان تلحق تنام لك شوية، انت لازم تصحى الصبح من بدري. طب وهدومي؟ أنا حاجتي كلها كانت في شنطة العربية، هفضل كده لغاية الصبح. الشنطة هتلاقيها فوق في أوضتك. على فكرة يا عابد، أنت اسمك من هنا ورايح هيبقى معانا فيه 33. افتكر الاسم ده كويس قوي وأوعى تنساه. في 33. يلا تصبح على خير. وأنت من أهلك. رضوان، الحاجة جهزت؟ كله هيبقى تمام يا فندم، اطمن. أمال محمود فين؟ تحت العربية. محمود، محمود، إيه الأخبار؟ قدامنا ساعتين سعادتك ونخلص. طيب، عايزك تفنش مكان اللحام كويس قوي عشان محدش يشوفه أو يشك فيه. ما تقلقش يا فندم، ولا الجن الأزرق هيعرف إن العربية دي فيها لحام. طيب، أنا هطلع رايح فوق شوية، وانتوا لما تخلصوا تعالى قول لي علشان انزل اتاكد ان كل حاجه تمام قبل ما تودي العربيه الاوتيل. تحت امر سعادتك. Voilà les clés de la voiture. Très bien, monsieur. Allez, les gars! Bye bye, papi. حضرتك مسافرة لوحدك؟ أيوة، وأنت؟ أنا كمان مسافر لوحدي. طب حضرتك برضو رايحة حيفا؟ أيوة، وأنت؟ وأنا برضو رايح حيفا. طب اقدر اخدك من بابي شويه واعزمك على حاجه تشربيها؟ يا ريت، انا بحب الفودكا. تحت امرك. اوكي، اتفضلي. باي بابي. باي. انت اسمك ايه؟ انا اسمي عابد. عابد الياهو زكريا كرمان. وانتي؟ ديانا مطر. ديانا اسم جميل. أظن إلهة الحب عند الرومان؟ لا، هي إله الحكمة والقمر والصيد. ده ما يهمنيش بقى، ده في الكتب، إنما على أرض الواقع واضح إنها إلهة الحب من غير أي منازع. باين عليك شيء قوي. أيوه بالظبط. إنما أنت رايحة إسرائيل تعملي إيه؟ أنا مهاجرة على هناك. إحنا من أصل إراقي يا عبد، رغم إن أنا عشت طول عمري تقريباً في فرنسا، بس دايماً كنت بحلم أجي إسرائيل. أعرف عبد، بابا ليه عقلية خاصة، مش مؤمن بإقامة دولة اليهود. العقيدة بتاعته ضد دولة إسرائيل. أيوه، أنا سمعت إن في ناس كده. صحتك يا فاطمة. عابد، انت صبرة؟ ايوه، انا مولود هناك جنب القدس. بجد؟ طب احكي لي، الاحوال شكلها ايه هناك؟ من ناحية ايه؟ ايه يعني؟ انا سمعت ان هما بيدوا لكل مهاجر شقة جميلة ويعلموه العبرية وبيشوفوا له شغل او وظيفة. ده بجد؟ شقة جميلة ووظيفة مناسبة. ايه؟ أنا غلط؟ لا مش غلط، بس الكلام ده كان زمان، من 10 سنين تقريبا. يعني ايه؟ يعني الشغل موجود بس مش سهل تلاقيه. أما بالنسبة للشقة فدي يا تشتريها يا تأجريها، والإيجار مش رخيص. عابد؟ عيون عابد. انت عندك شقة؟ للأسف لا، أنا عايش مع عيلتي في مزرعة صغيرة جنب حيفا اسمها إبطن. عايش مع عيلتك؟ أوكي. ايوه. طيب حوله على الخط الامن. ايوه يا يوسف، بتتكلم منين؟ من تليفون عموم يا فندم. اخبارك ايه؟ كله تمام يا فندم. المركب خرجت من الميناء. هتوصل امتى؟ كمان 5 ايام سيادتك. طب كل حاجه هناك جاهزه؟ انا بعت رساله للراجل بتاعنا هناك يا فندم، وهو هيقوم بتجهيز كل حاجه. انت راجع امتى مصر؟ انا راجع على باريس الليله دي ان شاء الله يا فندم. وأول ما أطمن إن كل حاجة تمام هرجع على مصر طوالي. سيادتك ما تؤمرنيش بأي حاجة من هنا؟ سلم لي على السيد عادل في باريس وقول له ما ينساش موضوع روما، عاوزين نخلص منه هو كمان. هبلغه أول ما أوصل باريس يا فندم إن شاء الله. مع السلامة سيادتك. اوه عابد، انا ازيك؟ جاك من امريكا، لسه متعرف عليه من شويه. This is عابد كرمان, an old friend from Israel. Oh, hey. Hello, Jack. Hi. عابد، جاك رايح لاصحابه في اسرائيل. بيقول لي ان هم عندهم شقه كبيره واسعه وفخيفه، يمكن اقعد معاهم. او كده انت حليتي مشكله السكن، فاضل مشكله الشغل. ما تقلقش عليا. يلا. Let's go. We'll back here. Okay. Okay, Jack. Bye bye, Diana. Bye bye, Jack. Come on.